السلام عليكم. في البداية أحب ألفت انتباهكم لحاجة. كل القصص والمواقف اللي بحكيها في القناة هي قصص ومواقف حقيقية حصلت في الصعيد، وبنقولها لكم زي ما سمعتها من لسان أصحابها. قبل ما أحكي لكم على الموقف ده، حابب أتكلم عن موضوع مهم بيقع فيه معظم الإعلاميين واليوتيوبر، وهو أني لما بيجوا يتكلموا عن الكتب اللي فيها سحر وطلاسم بلاحظ أنهم بيقولوا أسماء الكتب دي، وبكده هم بيعملوا نوع من أنواع الدعاية للكتب دي من غير ما يقصدوا، وده بيخلي فيه فضول عند الشباب وأحياناً الناس الكبار أنهم يدخلوا يدوروا على الكتب دي، وبتوصل بيهم أنهم يشتروها ويجروها. والمصيبة الكبيرة أن الكتب دي بيبقى مكتوب فيها طلاسم وتعويذ وكلام بيودي للشرك بالله، ولما بيجروا الكتب دي بيأذوا نفسيهم من غير ما يقصدوا. وموقف النهاردة بيبين الفضول ممكن يودينا لفين. الموقف ده حصل مع واحد صاحبي، بيقول لي كان ابن خالتي ساكن في القاهرة جالي زيارة هنا الصعيد، بس في الزيارة دي حسيت انه مش طبيعي وفي حاجة مخبية عليا، وكنت كل ما ادخل عليه الأوضة ولاقيه فاتح اللابتوب بتاعه الاقيه داخل على كتب السحر وماسك ورقة وقلم وبيكتب منها حاجات. وفي نفس اليوم على الساعة 2 بالليل دخلت عليه الأوضة لقيته نايم وباصص على السقف وماسك كتاب وحضنه، وما كانش نايم على السرير، أكني في حاجة رفعها في الهواء. وبمجرد ما شفت المنظر ده لقيته وقع على السرير وقام مخضوض وبياخد نفسه بالعافية، وقاعد يزعج معايا بطريقة أول مرة يكلمني بيها ويقول لي إزاي أنت تفتح باب الأوضة عليا كده، أنت كان ممكن تموتني. قلت له هو أنت بتعمل إيه بالظبط؟ فهمني. راح هدي شوية وقال لي اقفل باب الأوضة وتعالى فهمك. قال لي الموضوع اللي هقوله لك ده واللي انت شفته من شوية ما ينفعش أي مخلوق يعرف بيه. قلت له ما تقلقش، طول عمرنا سرنا مع بعض وما بيطلعش، فهمني ايه فيه، انت ليه تصرفاتك بقت غريبة وإيه اللي انا شفته من شوية ده. قال لي انت عارف ان انا من زمان بحب أقرأ في الكتب اللي بتتكلم عن تحضير الأرواح، وفي يوم سمعت عن كتاب واشتريته، وقبل ما تخش عليا كنت بحضر حاجة في الكتاب، والروح اللي أنا حضرتها كان ممكن تأذيني بسبب دخلتك عليا الأوضة بالشكل ده. فجأة بصيت أنا وهو على الكتاب لقيناه ولعت فيه النار. ابن خالتي قاعد يقول كلام أنا مش فاهمه، أكنه بيعتذر لحد في الأوضة أنا مش شايفه، ومرة واحدة النار طفت والكتاب كله فحم ما عدا صفحة واحدة. أنا واقف حسيت إني دمي اتجمد من اللي شفته قدام عيني. راح قطع الصفحة السليمة من الكتاب وقال لي أنت لازم تطلع دلوقتي برا الأوضة، وأنا الصبح هفهمك على كل حاجة، بس مش هنبه عليك تاني، أوعى حد يعرف باللي حصل، عشان لو حد عرف أنت مش هتتأذي لوحدك. مسكني من يدي وقال لي يلا اطلع بسرعة من الأوضة. سبته وطلعت ودخلت اوضتي عشان انام، ما عرفتش انام غير لما صليت الفجر. اول ما صحيت الصبح رحت له الاوضه بتاعته ما لقيتهوش، سالت امي هو راح فين، قالت لي الصبح بدري لقيته لامم شنطته وجاي يسلم عليا وقال لي انا مسافر. قلت له ليه ماشي يا ولدي، انت ما لحقتش تقعد. قال لي معلش جالي شغل ولازم اسافر دلوقتي، وخد بعضه ونزل. لكن قل لي يا ولدي أنا سمعتكم من امبارح بتزعجوا مع بعض، أوعى تكون مشيت ودخلتك زعلان. قلت لها ده كان موضوع عادي بنحكي فيه وصوتنا عالي شوية مش أكتر. قالت لي على العموم لو في حاجة أنا هعرف، وسابتني ومشت. المهم اتصلت بيه ما ردش، وجيت مع العصر لقيته بيرن عليا. فتحت عليه وبقول له ليه مشيت من غير ما تسلم؟ هو أنت زعلان مني؟ قال لي مش وقت الكلام ده، المهم اسمعني كويس. ادخل الأوضة اللي أنا كنت فيها ودور كويس على ورقة صفرة قديمة شوفها واقعة عندك. دخلت الأوضة دور وهو معايا على التليفون، لقيتها واقعة تحت السرير. قلت له آه لقيتها، هي ورقة إيه دي؟ قال لي اوعى تفتحها ولا تقرأ حاجة منها، النهاردة هريح في البيت وبكرة هركب واجي أخدها منك. قال لي اسمع كلامي عشان خاطري،
واعمل اللي بقولك عليها. خدتها وحطيتها في الدرج زي ما قال لي، وقفلت معاه، وقلت لما يجي ابقى افهم منه. قعدت افكر وقلت يعني هيكون فيها الورقه دي اللي تخليه ينزل من القاهره للصعيد مخصوص عشانها. جالي فضول ان افتح الورقه دي واشوف مكتوب فيها ايه. طلعتها من الدرج، واول ما فتحت الورقه لقيت شباك الاوضه اكن حد قفله جامد. استغربت ان وقتها ما كانش فيه هوا جامد بره. وانا بقرا في الورقه كان مكتوب فيها كلام غريب، عباره عن رموز وحروف، والكلام تحس انه مكتوب بالمقلوب. رحت سمعت صوت كوبايه بتتحرك، ببص على الترابيزه لقيت الكوبايه وقعت على الارض واتكسرت. رحت طبقت الورقه وحطيتها في الدرج وقفلت عليها بالمفتاح، ولميت الجزاز اللي اتكسر وطلعت. المهم في اليوم ده كنت معزوم في فرح، وبعد ما خلصنا واحد صاحبي وصلني بالموتوسيكل، نزلني على اول الشارع ومشى. وفي لحظه من غير ما اتحرك من مكاني لقيت نفسي قدام بيتنا، وجسمي كله كان ثابت، مش عارف احرك اي طرف من اطراف جسمي، وسمعت اكني في ناس كتير بتهمسلي في ودني بكلام مش مفهوم. ببص فوق لقيت ناس كتير واقفه فوق البيت بتاعنا زي ما يكونوا واقفين على الهواء، وكلهم كانوا لابسين اسود وبيشاوروا عليا. رحت مغمض عيني وقعدت اقرا ايه الكرسي، وبعد ما خلصت بفتح عيني لقيت نفسي في اول الشارع عند المكان اللي نزلني فيه صاحبي بالموتوسيكل. حاجه جوايا قالت لي ان كل اللي بيحصل معايا ده بسبب الورقه اللي في الدرج فوق، وطلعت تليفوني بسرعه عشان اتصل بواد خالتي وافهم منه ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. بتصل بيه لقيت تليفونه مقفول. رحت دخلت الشارع وطلعت بيتنا، بفتح الدرج لقيت الورقه عباره عن رماد. راح تليفوني رن لقيتها خالتي، بفتح عليها لقيتها بتبكي وبتقول لي الحقني يا ولدي، وادخلتك مسكت فيه النار.